طب احنا فهمنا ورجعنا وانت عملت في اوبرا اسكندريه الجمهور استقبلك بشكل رائع وعملت حفله حلوه جدا يعني خليني بالبدايه يعني ارحب واشكر جمهور الاسكندريه لان بجد الحفله دي يمكن ادتني باور وادتني سعاده لا تتخيليها طب <applause> <applause> نغني حاجه من اللي غنيتها للناس يلا <applause> غنيت نبدا هنا كده ونمتع الناس كتير بس غني بقى لجمهور القاهره <applause> دلوقتي اه طبعا <تصفيق> <تصفيق> آه غمض عينيك واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا احضن هوايا لابعد حد والمس معايا خدود الورد لا نجوم وليل ولا سما ولا ارض ده احنا في دنيا لوحدنا غمض عينيك واحلم معايا وهات ايديك واحضن هواك دي مي كساب انت ومي وكنت آه. عاملين دي وحلو بس مي كملت ويمكن التمثيل كمان ساعد مي انها لما الغنى بيبقى فيه يعني آه. مشاكل تبقى هي موجوده في التمثيل آه مظبوط بس مي على فكره في الفتره دي كان يعني لو فضلت مستمر على جو غمض عينيك لانه ما كانش يعني الفتره دي ما فيش يمكن الا مطربتين ثلاثه كان آه وانت كنت سبب اكتشاف مي الحمد لله فكان عندها فرصه ايامها يعني انه لو استمرت في الرومانسي ده مفيش أيوة. حد بيغني رومانسي صحيح. كان الموضوع مختلف أنت جدا. انت وانت جدا. بتغني بحلم ايديك و... وانت معايا ما بقاش في رومانسي الدنيا بقت كلها اه دلوقتي كله هجر وخصام ومشاكل, ومشاكل و. ومشاكل وارزع واضرب <applause> اه بالظبط وحاجات كده